مرحبا مشاهدي مسبقا نشوف تي في، مرحبا بكم في هذا المباشر الليلي من منطقة عين دياب بمدينة الدار البيضاء. كتشوفوا يوم السبت عادة كيكون عين دياب ممتلئ عن آخره، لكن في هذا الأثناء نتوما كنشوفوا ساعة الشكل الثانية والنصف بعد منتصف الليل، عين دياب خاوي على غير العادة. باقين حالين، نشوفو اش هاد الضايق، واش عندوزو ولا مندوزوش، فين كاليديك غياب تام لي كاليديك. يومين قبل من المحلات راهم معروفين بانهم كيبيعوا مشاهدينا الكرام، يومين قبل من شهر رمضان المبارك. ولو انه يوم السبت خاوي على غير العادة. مشاهدينا الكرام على طيب المتابعة، دمتم في رعاية الله وإلى مباشر آخر.